بعد ما قرأنا قصة البطة والصياد من كتاب السماح بالرحيل لدكتور ديفيد هاوكنز، في كم شغلة خطر ببالي، إنه ممكن أبسط الكائنات يعلمك أعظم درس بحياتك، فلا تستهين بأي حدا أو أي موقف ممكن يمر عليك. وكمان ضروري جدا ومهم اختيار الشريك الصح المناسب لإلك يلي بده يكون معك بالسراء والضراء، وضروري يكون محب وقوي. ولو كانت شريكتك قوية هذا أبدا ما بينقص منك أي شيء، ودورك أكيد إنك تدعمها، وممكن جدا شي يوم تكون هي الحدا يلي رح يوقف بظهرك ويدافع عنك، مثل ما صار بقصتنا يلي قرأناها من الكتاب السماح بالرحيل. وانتبه جدا للتفاصيل والأفعال، لأنه رح تحكي لك أشياء كتير أكتر من الكلام، ورح تعرف إذا هذا الشخص هو المناسب أو مش مناسب لإلك. وفكرة مهمة جدا هي قديش ممكن الحب يغير فينا، ولأي حد ممكن نسمح لهذا التغيير إنه يصير. إحنا فكرة إنه الحب حرفيا ممكن يعمل معجزات، وقديش ممكن تعامل لطيف ولين مع شخص ممكن يأثر عليه ويساعده بأنه يغير مسار حياته كله. فما تستهين أبداً بأي فعل ممكن تقدمه أو أي كلمة فيها محبة، وأكيد طاقة هاي المحبة رح توصل للشخص التاني وهو رح يستشعرها. حتى لو ما حكيت أي كلمة، المحبة رح توصل ورح تأثر بهذا الشخص. وانتو ايش رأيكم بالاقتباس يلي قرأناه؟ واذا ما عرفتوا شو قصة الصياد والبطة، بتقدروا ترجعوا تحضروا الفيديوز يلي رح احط لكم ياهم بقائمة هون بشي مكان، وتعطوني رأيكم. بتمنى دايما تكونوا بخير ومحبة، كل الحب مني لإلكم. Meta Soul. Salam.